الواحد اكتسب خبرات ومعلومات هنا اكتر من اي مشروع كان دخل فيه قبل كده. The project's due for completion in November 2018. This would be a significant milestone considering all the challenges that we've had along the project. ده أكبر مشروع فعال اشتغلت فيه من حيث القدرة. ده فخورين جدا إن احنا شغالين بنعمل محطة كهرباء بالحجم ده. شفت حاجات كتير يعني وتعلمنا حاجات كتير في الشركة ديت إن احنا نلتزم إزاي ونخاف على نفسينا ونخاف على الناس اللي جنبينا وكده. طول ما انا ماشي في قلب الموقع اللعبه دي بتفكرني دايما وبتذكرني ان ايه ان انا ما اقعش في الخطا تاني او اشوف خطا مثلا اسقط عليه. استفدت ان احنا نستخدم الحاجه اللي بيستخدموها لنا في الموقع زي الجوينتي والخوذه والسيفت والكلام ده بحيث ان احنا ما نتضربش ولا نتعور. أرسكم للإنشاءات.